Salam alaikum mes chers abonnés, mes chers amis. Ben le ribatoula comme d'habitude. Donc tout juste comme mes chers abonnés. Donc qui m'a reculé comme toujours avec le problème de la soirée lundi. On essaye qui le maximum qui fasse moins de ribes bizarre. Et nous allons vous donner avec vous une technique simple et rapide. Où je nous apprends des gâteaux spéculoos. نحطوهم في لوفون انا اللي هنا قطعت الخوخ والبنان والفخاس وخليت هنا ربع خوخه باش نديكوري بها مع ربع بنانه عندنا بهذا الفنجال تاع لاتاي واش نديرو نكيلو وحده حليب بارد وحده شونتيي ومن بعد هذيك نحطوهم في الكونجيلاتور كي يبرد الحليب هذيك على الشونتيي نطلعها تجي هكذا خاطره ومن بعد مور ما طلعتها تري تري بيان نزيد لها اون كويير تاع باتا تارتيني با شوكولا تارتيني اون بون كويير بيان سور ها هيك شو نقولو مغرفه انا درت مغرفه قهوه كبيره ونخلطها تري تري بيان دونك هكذا باردون يزغط هكذا بعد ما تحسوها شويه خاطره هكذا نعاود نحطها في الكونجيلاتور طون اللي عندها الوقت تقدر تحطها في الريفريجيراتور وتخليها تسنى انا نحطها في الكونجيلاتور تزيد تشد شويه واحد دي مينوت هكاك نزيد نعاود نحركها ونبدا نخدم بها تجي اونكتيوز وبنينه وخفيفه تجي شغل تتعسل وهادو لي سبيكولوز بيان سور من ما نشمخهمش على خاطر راني حندير فوقهم مسمها هذا لا سالاد دو فروي ونحط لي كوش دونك فوالا شوفوا هنا كيفاش دخلها الهواء مليح هاي تبان هذه وشنو الحاجه المليحه فيها انها كي تجمد ماشي كيما لا كريم شونتي كي تكون وحدها كي تجمد تولي شغل داخل الرغوه هذه تقعد اونكشيوز دونك نصفي شويه ما نديرش بزاف لاصوص باسكو راني حابه لي سبيكولوز يقعدوا يقرمشوا تري تري بيان ندير لي فروي تاعي نسي ناخذ من كل حاجه انا تقريبا نحب لي بانان اكثر لو ماري تاعي يحب لي فخاز نسي واحد كل واحد ندير له على حسب الذوق تاعو دونك هكذا اون باس لا ديكوراسيون باش نشبحوها
هكذا بعد ما تحليها ريحت في الثلاجة درناها في صحن التقديم. نقول لكم شهية طيبة. إلى اللقاء، نلتقي مع وصفات أخرى.